مرواني في صراع، كان وحده فوزي يايا أم قاسمي؟ سنشاهد. قاسمي فعلا، قاسمي وليس يايا، قاسمي رأسية، الكرة تصطدم بالقائم الأيمن، يضيعها أيضا. هاي كرة صعبة 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 صعبة، يمر من هناك، وجه اليوم من هناك. فريد شغال، فريد شغال ينقذ بيت المولودية من هدف محقق أمام يايا فوزي. كان فيه تدخل أول ثم تعثر الرقام وجه لوجه في الوقت اللي كنا ننتظر ربما الهدف. شوف تدخل عزي كان متأخر بالضبط من بداية الشوط الثاني. هاي كرة حشود زكريا إلى أخطر كرة للمولودية وتدخل الرائع لجايا. الحارس لا ليس الحارس ولكن اللاعب هو اللي يخرج الكرة إلى الركنية، وبعد ذلك سقط. ضيع 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 المولودية. هاي ركنية بن ألجية والكل بقى يتفرج، ولكن العارضة رفضت أن تزور شباك جايا. هاي كرة صعبة صعبة صعبة، ضربة جزاء راح نشاهد. فعلا فعلا يبدو انه لمسها بيده. تقدم قاسمي، قاسمي ويسجل بقوه، يسجل بقوه، وهدف قبل صفر لصالح نصر حسين داي امام مولوديه الجزائر. يبقى امامها فقط 7 دقائق من الوقت الرسمي. يسرع طبعا. اين كانت هذه؟ ربما هذه الاراده بن ألجية، عرضية يضيع المولودية، يضيع المولودية، تعديل بالعقب. مش عارف بأي فكرة ربما أراد أن يضرب الكرة بالعقب بالدبكة.